قم بقسمة x تربيع ناقص 3x زائد 2 تقسيم x ناقص 2، إذن سنقسم هذا على ذلك. يمكننا القيام بهذا عن طريق القسمة الطويلة، إذا لدينا x ناقص 2 مقسوم عليه x تربيع ناقص 3x زائد 2، أو بطريقة أخرى يمكن أن نقول x تربيع ناقص 3x زائد 2، وهذا كله مقسوم على x ناقص 2. إذن هذه وهذه وهذه جميعها عبارات متكافئة. الآن حتى نجري هذا النوع من القسمة الطويلة، نحن بحاجة لأن ننظر إلى عبارة أعلى درجة في x ناقص 2 وعبارة أعلى درجة في x تربيع ناقص 3x زائد 2. هنا x وهنا x تربيع، كم هو خارج قسمة x تربيع على x؟ x تربيع تقسيم x تساوي x، وسأكتب هذا في هذا العمود هنا أعلى كل عبارات x هذه، ثم سنضرب x ضرب x، هذا يعطينا x تربيع، ثم x ضرب ناقص 2 تساوي ناقص 2x. وكما تعلمتم القسمة الطويلة للمرة الأولى فإننا سنطرح هذا من ذلك، وهذا يكافئ جمع العكس أو ضرب كل من هذه العبارات بسالب واحد ومن ثم نجمع. إذن دعونا نضرب هذا بسالب واحد، ناقص 2x ضرب ناقص 1 تساوي موجب 2x، x تربيع ناقص x تربيع يتم حذفهما، وناقص 3x زائد 2x يساوي ناقص x. ثم يمكننا أن ننزل هذه الاثنين هنا فيكون الباقي ناقص x زائد 2. إذن يمكن الآن أن نأخذ ناقص x زائد 2 تقسيم x ناقص 2، ناقص x تقسيم x يساوي ناقص 1. يمكنك أن تنظر إلى هنا، ناقص x تقسيم x يساوي ناقص 1 بحيث يتم حذفهما. ناقص 1 ضرب x ناقص 2، ناقص 1 ضرب x يساوي ناقص x، ناقص 1 ضرب ناقص 2 يساوي موجب 2. والآن سنطرح هذا من ذلك كما نفعل في القسمة الطويلة، لكن هذا يعادل جمعه بالمعكوس أو ضرب كل من هذه العبارات بسالب واحد ومن ثم نجمع. إذن ناقص x ضرب ناقص 1 تساوي x، 2 ضرب ناقص 1 تساوي ناقص 2، يتم حذف هذان وهذان يصبحا صفر ولا يوجد لدينا باقي. إذن حصلنا على خارج القسمة وهو يساوي x ناقص 1، وبإمكاننا أن نتحقق من ذلك إذا ضربنا x ناقص 1 ضرب x ناقص 2 فيجب أن نحصل على هذا الناتج. في الواقع دعونا نقوم بذلك، دعونا نضرب x ناقص 1 ضرب x ناقص 2. إذن دعونا نضرب أولا ناقص 2 ضرب ناقص 1 وهذا يساوي موجب 2، ناقص 2 ضرب x يساوي ناقص 2x، ودعونا نضرب x ضرب ناقص 1 وهذا يساوي ناقص x، ثم x ضرب x تساوي x تربيع، ثم نجمع العبارات المتشابهة، x تربيع ناقص 2x ناقص x تساوي ناقص 3x، ثم 2 زائد لا شيء يساوي 2، وبهذا نحصل على متعدد العبارات هذا مرة أخرى.